علي زعلنا جدا يا دولي. زعلنا جدا الحقيقه بالكلام اللي قاله، لانه انا ما اعرفش الحقيقه يعني مهما كان يعني، انا لو تقارن ما بين كلام المهدي بن عطيه وكلام المعز علي الاثنين في فريق واحد صح. لا واضح ان هو كان زعلان اصلا وقعد دك. لا ماليش دعوه بقى انا مالي. لا ده واضح لا لما تيجي تتكلم عن النادي لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تعرف انت بتتكلم عن ايه. طبعاً. خصوصا واحد زي المهدي بن عطيه راجل محترف محترف عارف هو بيتكلم ازاي. المعلق او المحلل اللي كان متواجد في القناه الناقله مع وائل جمعه الحقيقه هنا وائل جمعه وكان الراجل ما عندوش اي مشكله ان هو وقال النواحي الفنيه ما عندناش مشكله في النواحي الفنيه، ولكن معلش انت ازاي انت بتقلل بتتكلم عن النادي الاهلي؟ ما ينفعش. ما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي انا ما اقدرش اتكلم عن نادي الدحيل بشكل وحش. ما اقدرش. مش عشان حاجه، تربيتي واخلاقي اللي انا اتعلمتها داخل النادي الاهلي واللي ابويا وامي علموها لي ما يخلونيش اتكلم بهذا الشكل. لكن اكيد يا كابتن اسلام واضح جدا ان المعز علي كان عنده مشكله مع صبري لاموشي لما غير الخطه وطلعه بره التشكيل، هو زعل جدا وتقمص واضح جدا انا ذنبي ايه ونزل. لا هقول لحضرتك بقى مش انا يعني لا مش ذنبي لا مش ذنبي طبعا، لكن هو واضح هو المعز علي خد قد ايه؟ خد 45 دقيقه في شوط تاني صح كده؟ طيب لعيب معز علي لعيب كبير طبعا جدا لعيب كبير كويس واي انتقاد له هننتقده حاليا لا يقلل من هو كمجمل لعيب كبير، لكن في الماتش حضرتك كنت في ال 45 دقيقه اللي لعبتها فاشل بالارقام. ما بقولكش انت فاشل عشان دي وجهه نظري، لكن بالارقام حضرتك نزلت 45 دقيقه كان عندك دور دفاعي مهم جدا على الجبهه اليمنى، الجبهه اليسرى للنادي الاهلي كانت عامله شغل جيد. حضرتك فقدت الكره مرتين، مره في نص ملعب النادي الاهلي ومره في نص ملعبك وعملت كاونتر اتاك على فرقتك. الرقم الثاني السلبي لحضرتك يا كابتن معز ان انت دخلت في اثنين اريال تشالنج يعني التحامات هوائيه وحضرتك لاعب طويل، هل كسبتهم؟ لا خسرتهم. من مين؟ خسر واحده من صلاح محسن واحده صلاح محسن وخسر وخسر واحده اعتقد من مروان ايمن اشرف ايمن اشرف اشرف وبالتالي يعني قبل ما تكمل بس اتفضل اتفضل صلاح محسن اتفضل وايمن اشرف نعم اللي هم يعني انت اطول منهم بكتير فحضرتك خسرتهم. عارف بقى الرقمين السلبيين دول اتحققوا ليه؟ اللي كان واضح جدا ان انت متنرفز ونازل متعصب، وطبعا النرفزه بتاعتك ما فادتش فريقك في اي شيء. الامر اللي جعل مونتاري زميلك اللي نزل معاك في نفس الوقت وكان مركز ولا اتكلم عمل كل الهجوم بصراحه، يعني بصراحه امبارح مونتاري عمل كل حاجه اولونجا ما عملهاش في الشوط الاول. هو كان فعلا كان مصدر خطوره عليه في الشوط الثاني، ليه؟ نازل يعمل شغلانته، انما سعادتك نازل متعصب. وطبعا بعد ماتش ما خلص بقى وكل لعيبه الامانه كل لعيبه الدحيل القطري خلاص الماتش خلص مع ان الحكم حسب 6 دقائق وقت ضايع وكان زايد على اللزوم، لكن اللعيبه خرجت بادب ومفيش عندنا مشكله. حضرتك ما صدقت مسكت المايك وطلعت لا ما اسمهاش مايك اسمه حديده ده معاه اسمه حديده مسك الحديده اللي جواك صعب قوي عليه الشوط الاول كان صعب قوي عليه. انا ما عنديش مشكله في كل ده ما ممكن يحصل كده مع النادي الاهلي لكن عمرنا ما بنشوف بس انا مش شغلتك انت لا وبخلاف كابتن اسلام شفت تصريحات طاهر محمد طاهر ممتاز شفت تصريحات حسين الشحات ممتاز طبعا شفت تصريحات ايمن اشرف طبعا شفت تصريحات بيتسو برضه بايرن ميونخ عن النادي الاهلي يعني تصريحات رئيس نادي يعني مثلا بايرن ميونخ لما يجي يتكلم مع يعني رئيس نادي بايرن ميونخ نفسه بيتكلم بمنتهى الاحترام عن النادي الاهلي وان هو هيقابل بطل افريقيا دي لا 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 قال نادي القرن طبعا ده اهم تصريح في الموضوع اهم من اهم من سبعه راجل بيقول لن نتعجرف في لقاء يوم الاثنين فسوف نواجه نادي القرن في افريقيا تصريح واضح مباشر بيوضح قد ايه الناس في المانيا بيحترمونا وبيحترموا النادي الاهلي وان اسم النادي الاهلي كبير. لكن تاني احنا بنتكلم معز علي فنيا عشان انت راجل اتكلمت فني واحنا نتكلم فني بس انت اتكلمت بدون ارقام لا هو ما اتكلمش فني لا هو بيقول لا هو بيقول لك انا لا ما عنديش مشكله انت عارف لو اتكلم فني عارف لو اتكلم فني وقال لك احنا انا احسن من علي معلول وان انا احسن من انا كدحيل احسن من قول يا عم زي ما تقول لكن حضرتك تقول انت ادينا للنادي الاهلي اكبر اصل انا سمعت التصريح بودين انت اديت الاهلي اكبر من حجمه اللي هو كمان متخيل ان انت نفترض يا كابتن اسلام مفروض ان ال 45 دقيقه الثانيه اداء البدني للمنافس بتاعك بيقل هل انت تتخيل لاعب نازل بهذه العصبيه هتنزل من بدايه المباراه قدام لعيبه النادي الاهلي هما في قمتهم البدنيه بقى من اول دقيقه يعني شوف النادي الاهلي بصراحه عمل 45 دقيقه بدنيا على الدحيل بصراحه عالمية. يعني كانت عالميه فعلا كنت هتعمل ايه كنت هتعمل اذا كنت انت نازل واللعيبه اصلا تعبانه والتخب مخزونها 45 دقيقه وبتخسر الاربع نقط اللي احنا قلناها امال انت بادئ ما كنت عملت ايه فطبعا راجل كلامك ناحيه فنيه طبعا بحته انا ما اتكلمتش في حاجات هو اتكلم في حد يقطعه الفيديو بقى يبعته له على تويتر ويرد عليه لا خلاص احنا